الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلمائنا والمسلمين، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، نكمل شرح الرسالة القشيرية للإمام الأستاذ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم نكمل باب المحبة، والمقصود بالمحبة هي محبة الله للعبد ومحبة العبد لله سبحانه وتعالى. يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقفنا عند بعض أقوال العلماء، يقول: وقال أبو علي الرزباري: المحبة الموافقة. وكأن هنا يعرف المحبة بثمرتها، وليست المحبة هي بعينها الموافقة، بل ثمرة المحبة الموافقة، لأن المحبة موقع القلب. فأنت لا ترى هل الإنسان هذا يحب أو لا يحب، فأنت تنظر إلى عمله، فعمله هو ظاهر أمامك. فإن كان عمله يوافق ما أمر به الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الموافقة دليل على وجود المحبة في قلبه. فالمحبة هي موافقة الله على مراده من العبد، وموافقة العبد على مراد الرب منه سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي وافقوني، أي سيروا خلفي على شرع الله عز وجل. والسير والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لها باطن ولها ظاهر، تتابعه في ظاهر الشريعة بجوارحك، وتتابعه في باطن الشريعة بالانقياد التام لله عز وجل مع كمال المحبة. فقال: المحبة الموافقة. قال أبو عبد الله القرشي: حقيقة المحبة أن تهب كلك لمن أحببت، فلا يبقى لك منك شيء. دي حقيقتها بقى فعلا، المحبة أن تذوب في المحبوب بحيث أنه يصير هو أنت وأنت هو. والله سبحانه وتعالى ضرب لك مثال بالذين أحبوا بعض البشر، زي مجنون ليلى، لما كان يقول ليلى يقول نعم، كأنه هو صار ليلى، ذاب فيها، فأينما توجه وجعله الله مثلا للمحبين. فإن كنت أنت تدعي أنك تحب الله الذي ليس كمثله شيء، فهذا إنسان أحب مخلوق له أمثال كثيرة، ذاب فيه. فالله من باب أولى إن دعيت المحبة أن تكون أشد من مجنون ليلى في حب ليلى، فجعله الله مثلا. ولذا فالمحبة أن تذوب في المحبوب بحيث أنه يطلق عليه، تصير هو أنت، لدرجة أن بعض من وصل لهذا المقام صار يتكلم على لسان المحبوب ففهم خطأ. أنا من أهوى ومن أهوى أنا، مش قال كده؟ أنا من أهوى ومن أهوى أنا، لأنه صار أنا عنده هي الله، واخد بالك؟ نحن روحاني حللنا جسد. والحلول هنا ليس معناه حلول مكث وانتقال، ولكن هو فناء بحيث انه لا يرى نفسه مع محبوبه، فصار هو يتكلم على لسان محبوبه، فهو ليس له وجود اصلا. فهمت؟ انا من اهوى يعني الله اهوى، والله هو الله، لان انا شلها حط المحبوب. فهمت المعنى كلامه؟ فهو ذاب في المحبوب ذوبان تام.
وحدث ذلك في من احبه الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الشرع الشريف في الاحاديث القدسية. يقول الله سبحانه وتعالى: لان الله يحب عباده، ولولا محبتي لعباده ما امدهم باسباب وجودهم اصلا بعد خلقهم. فهو يحب عباده سبحانه وتعالى، وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم لعياله، خيركم عند الله خيركم لعياله، يعني عباده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: يا عبدي مرضت ولم تعدني. فأطلق المرض على نفسه لمشدة محبتي لعبدي دون أن يحل فيه. شفت بقى أهي زي أنا من أهو وأنا هو أنا، علشان الناس بتعترض ليه الراجل ده يقول الكلام ده. طب ما الرسول قال الكلام صلى الله عليه وسلم على لسان الحق. كأن الله لما أحب العبد أطلق على العبد جلالته سبحانه وتعالى مع كمال عزته، دون أن يتصور أو يتصور عاقل أن المسألة مسألة حلول في جسد. لأن كيف يكون هناك نسبة أصلا بين الهالك وبين الباقي، بين المخلوق والخالق؟ لا نسبة أصلا. ولكن هو المسألة معنى، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب العبد صار العبد كأنه هو الله. شوف لما أحب رسول الله قال إيه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون إيه. شفت بقى أطلق الذات العلية أطلقها على المخلوق لكمال محبة المخلوق. قال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. افهم المعنى الدقيق. فالمحبة هي ذوبان المحب في محبوبه، حتى أنه يصير لا أنا للمحب مع محبوبه، كأن محبوبه هو نفسه. وعلشان كده احنا حتى العوام لما يجي يحب حد يقول له ايه يا روحي، يقول له ده انت نفسي. هو انا معقول اشتم نفسي؟ مش صح ولا لا؟ يبقى الناس العوام حتى لما تيجي تعبر عن محبتها لشيء بتقول نفس الكلام، بيقولوا كده. يجي اما يزعل منه محبوب يقول له انت زعلان مني ليه؟ يقول له انا معقول ازعل نفسي؟ ده انت نفسي، يعني انت انا. صح؟ هل بقى اللي انت بتكلمه ده وهو مخلوق زيك داخل جواك حل فيك، ولا المسائل كلها معاني؟ يبقى المسائل كلها في المعاني. علشان كده لازم تفهم كلام المحبين لما يتكلموا بمعاني دقيقة. لما تيجي تقيسها بالمسطرة تجدها ما تمشيش، لانه مش يكلمك بالمسطرة، بيكلمك بالوجدان. ما بيتكلمش بقى ايه بالمقياس العلمي اللي هو يجي علماء الشريعة يقول لك شوف ازاي يقول كده. وعشان كده بيقول حقيقة المحبة أن تهب كلك لمن أحبب، ما يبقاش لك حاجة ولا حق ولا حظ، لأنك أنت ما بقتش موجود، هو محبوبك بس اللي موجود. فلا يبقى لك منك شيء. ما هو بيقول كده سيدي إبراهيم الدسوقي، مش بيقول خذني إليك مني وارزقني الفناء عني، خذني إليك مني. وعلشان كده يقول كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها. يبقى كل الاحاديث اهي بتتكلم بمعاني كلام الاولياء. لما جم الاولياء يتكلموا ليه اتهمتهم؟ طب ما النبي بيتكلم صلى الله عليه وسلم بنفس المنطق وبنفس الاسلوب. يقول فاذا احببته كنت ايه؟ كنت هو نفسه، كنت سمعه، كنت بصره، فبي يبصر وبي يسمع وبي يبطش. الله، ايه ده؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو بيكلمنا اهو بنفس الاسلوب اللي فاهمه المحبين على سنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما باحوا به في بعض الاشعار شتمناهم وفضحناهم والفنا الكتب للشيطان. طب ليه بتشتمه اذا كان رب العالمين؟ يقول مرضت ولم تعدني. يقول كيف تمرض وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان مرض، اما لو عدته لوجدتني عنده. مش الحديث كده؟ وعطشت ولم ايه ترويني، او جعت ولم تطعمني، او عريت ولم تكسني. مش كده برضو؟ فيها روايات كثيرة بهذا المعنى. فكأنه اطلق نفسه على المحبوب بحيث انه كان هو والمحبوب سواء. والقرآن قال ومن ايه ان الذين يبايعونك انما ايه، خلاص ما الحكاية واضحة. يبقى انا من اهوى ومن اهوى انا، مشيت ولا ما مشيتش؟ مشيت، سهلة.
ولها أدلة من القرآن ولها أدلة من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث القدسية. يبقى ما فيش داعي للسفسطة الفارغة من متسرعي الناس الذين لم يذوقوا معنى حلاوة المحبة وباستمرار حاسس بالأنا، ما خرجش من أنيته، ما خرجش من نفسه ومن شهواته، فمش قادر يستشعر هذا المعنى لأنه لم يذوق طعم أن يفنى في محبوبه. فحكم على هذا الإنسان أنه هو المخطئ وهو اللي جائع مسكين. وقال ابن عطاء: المحبة إقامة العتاب على الدوام. المحبة انك باستمرار تعاتب نفسك انك لم تكن بحق المحبوب، لانك تستشعر ان المحبوب اجل وفوق كل ما قدمته له، حتى انك انت لو قدمت له روحك فهي رخيصة، لو قدمت له روحك كلها فهي رخيصة، فباستمرار تستشعر بالتقصير مع محبوبك. وشفت نبيك صلى الله عليه وسلم كان هذا شعوري وهو اعبد الخلق لله واشكر الخلق لله، كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ويقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وكان يعبد الله حتى تفترت قدماه، وعبادة النبي كلنا يعرفها، لا يستطيع أحد أن يجاري النبي في عبادته لربه في الصورة، فما بالك في الحقيقة. أنت لا تستطيع أن تفعل ما كان يفعله النبي بس في الصورة، بس إنك تصلي ركعتين زي اللي كان بيصليهم النبي صلى الله عليه وسلم، او انك انت تصوم صيام زي اللي كان بيصوم النبي، او تجاهد كما جاهد النبي، او تحرص على الناس كحرص النبي على الناس، حتى في الصورة فما بالك في حقيقة النبي مع ربه وقلبه مع ربه في حال عبادته وكمال ظهوره. بالرغم من هذا يقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يبقى هنا ايه اقامة العتاب على الدوام، يعني استشعر انه لو افنى عمره وجهده ووقته في خدمة محبوبه ما قدم له شيء، لأنه ليس له حظ، لا ينتظر أن يعطى شيء، لأنه صار لا حظ له إلا أن يكون في محبوبه، يعني مستهلك في محبوبه. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: المحبة لذة ومواضع الحقيقة رهش. المحبة، خد بالك، مواضع الحقيقة دهش، لأن المحبة بتورث لذة معرفة المحبوب، ووجود هذه اللذة دليل ان في بقية من بقايا النفس وهي حال الصح. فيبقى البقاء بعد الفناء اللي هو حال الكمل، انه يفنى في محبوبه ثم يرد الى تكليفه. وعلشان كده يعني يبدأ: إياك نعبد وينتهي إياك نستعين. يبدأ أنه عابدا باذلا المجهود، ثم يعود بعد ذلك بكمال ترقيه لا يرى نفسه عابدا، بل يرى نفسه موفقا للعبادة من الله، هو الذي عبد نفسه على جوارحه، فلا يرى نفسه فاعلا. فيبدأ أولا سالكا في فرق بين الخالق والمخلوق، ثم يستعين بالخالق فلا يستشعر أن هناك قوة لمخلوق مع الخالق، فالخالق هو الذي يفعل، والخالق هو الذي يذكر، والخالق هو الذي يجري هذا على جوارحه، فهو لا يفعل شيء. ثم بعد ذلك يستشعر مراد الله منه بعد كمال الفناء، اللي هو يسموه الصحو بعد السكر، او يسموه الفرق بعد الجمع. المحبة فيها الفناء، فاذا صح من محبة محبوبه استشعر لذة ان يحب محبوبه بمحبوبه لا بنفسه، يستشعر هذه اللذة فيتجلى عليه محبوبه، لأنه صار محبوبه هو فيتجلى عليه بالمعارف والحقائق، فيصاب بالدهش، يندهش هذا المحبوب، لأنه بيقول: ومواضع الحقيقة دهش. يندهش من عجائب قدرته، يندهش من لطفه في مشيئته، يندهش من حكمته في مراده من خلقه، يندهش في عزته حال إرادته. فيبقى فيها حاجة اسمها دهش، اللي هو يسموه مقام الحيرة، يحتار، لأنه ينتهي إلى قوله: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا نحصي ثناء عليك. وسمعته يقول: العشق دي مجاوزة الحد في المحبة. يقول لك عاشق، عاشق يعني تخلل
تخللت المحبة كل ذرات جسمه، فصار لا يستطيع أن يستخلص المحبة من أي ذرة من ذرات جسمه، لأنه صار متشربها، وهي مع المخلوق تبقى مجاوزة الحد، ومع الخالق فلا يسمى مجاوزة حد مع الخالق، لأنك مهما أحببته فلا تعطيه حقه. يبقى العشق ده يوصف ايه؟ عند مجاوزة الحد في المحبة، وهذا غير متصور من جانب الله، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبد لا يطلق فيها مجاوزة حد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحبه حد، وإذا أطلق على حال العبد مع ربه فلا تطلق أيضا بمعنى مجاوزة الحد، لأن مهما أحب العبد ربه فإنه لا يحصي ثناء عليه. فعلشان كده عايز يقول لك العشق مجاوزة الحد في المحبة، والحق سبحانه لا يوصف بأنه يجاوز الحد، لأن ما فيش حد يحد الله، علشان نقول جاوزه. الله قاهر فوق عباده لا يحيطون به علما، فلا يوصف بالعشق. ولو جمع محاب الخلق كلهم لشخص واحد، يعني لو جمع كل محبة الخلق لله في قلب شخص واحد، لم يبلغ ذلك استحقاق قدر الحق سبحانه وتعالى من المحبة. فلا يقال ان عبدا جاوز الحد في محبة الله، فلا يوصف الحق سبحانه بانه يعشق ولا العبد، لان طبعا ما فيش توقيف. لو كان في توقيف من حديث للنبي كنا ممكن نقول، لكن النبي لم يصف الله بانه يعشق، وصف الله بانه يحب، والله وصف نفسه بانه يحب، فنحن نصف الله بما وصف نفسه به. فلا يليق اننا نصف الله بانه يعشق، لانه لا يوجد توقيف اولا، ثانيا لان العشق بمعناه مجاوزة الحد، ولا يطلق على الله انه جاوز الحد. فهمت بقى المسألة؟ فلا يوصف الحق سبحانه بانه يعشق، ولا العبد في صفته سبحانه بانه يعشق. فنفي العشق ولا سبيل، فنفى العشق ولا سبيل له الى وصف الحق سبحانه، لا من الحق للعبد ولا من العبد للحق سبحانه. ويبقى من باب المجاز لما يقول لك مثلا ايه شهيد العشق الالهي، زي ما بيقولوا ساعات في رابع العدو كده، يبقى ده من باب المجاز، من باب المجاز، من باب الفناء في العشق، مش من باب العشق بالمعنى اللغوي وهو مجاوزة الحد. يبقى يجوز اطلاقي على معنى مجازي اخر، وهي الفناء في مقام الحب، وليس معناه مجاوزة الحد في المحبوب. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت الشبلي يقول، المحبة أن تغار على المحبوب أن يحبه مثلك. المحبة أن تغار إن مثلك مع عجزك يحب الله مع قدرته، مثلك مع نقصك يحب الله مع كماله، مثلك مع جهلك يحب الله مع كمال علمه. يعني كأنك انت حتى غيران على الله انك انت تصف نفسك انك بتحبه، انت فين انت اصلا عشان تقول انا بحب واكره؟ ادي معنى انك انت تغار على الحق ان يحبه مثلك، من باب ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا يوجد نسبة اصلا بين المخلوق والخالق، ولكن هو من باب اكرام الله لمحبه من الخلق اطلق عليه هذا اللفظ تجاوزا من باب اعلاء شأنهم. ولكن الحقيقة انه المحبة الحقيقية ان تغار على المحبوب ان يحبه مثلك. وسمعته يقول، سمعت ابا الحسين الفارسي يقول، سمعت ابن عطاء يقول، وقد سئل عن المحبة فقال، اغصان تغرس في القلب فتثمر على قدر العقول. تغرس، شوف كلمة تغرس يعني ايه؟ يعني مش انت اللي غرسته، يعني الله هو الذي وهبك هذه المحبة، لولا ان وهبك الله هذه المحبة في قلبك ما احببته. هي مواهب ومحض فضل من صاحب المنة سبحانه وتعالى. فقال، اغصان تغرس في القلب فتثمر معان يعبر عنها على قدر عقل المحب، فإن كمل عقله كمل تعبيره، وإن نقص عقله نقص تعبيره، وبالتالي يتفاوت الناس في التعبير عن المحبة بتفاوت قدر عقولهم، لا بتفاوت محبتهم، ولكن بتفاوت التعبير عن محبتهم. فقد يستووا في المحبة في الحقيقة، ولكن لتفاوتهم في العقل يتفاوتون في التعبير عنه. فمنهم من يخطئ أحيانا، ومنهم من يجاوز الحد في التعبير، ومنهم من يقول كلام يشتبه وغير ذلك. ولكن كلما كمل عقل المحب
كلما كان كلامه مطابقا للشرع الشريف فلا يصطدم مع الشرع الشريف. وسمعته يقول، سمعت النصرابادي يقول: محبة توجب حقن الدماء ومحبة توجب سفك الدماء. يعني المحبة، ما أصل المحبة أنواع، تحب الله لنعمه فهذه المحبة تستوجب منك الشكر، والشكر هي متابعة الشرع الشريف، فإذا تابعت الشرع الشريف حقنت دمك لأن صرت مسلما، والمسلم محقون الدم لأنه محترم الدم، مش كده برضو؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يبقى حقن دمه بمتابعته للشرع الشريف شكرا لنعم المنعم، فدي محبة توجب حقن الدماء، ومحبة توجب سفك الدماء، وهي محبة الله لذاته لا لأجل نعمه، فيصير يطلق على الله لفظ أنا لأنه لا يرى لنفسه أنية، فإذا تكلم وأباح بالسر أسيء فهمه فيستحل دمه. هذه معناها توجب سفك الدماء، أيفنا في محبوبه فلا يبقى لنفسه نفس مع محبوبه أصلا، وهو الذي يحب الله لذاته لكماله لجلاله وجماله. أما المحب الأول فيحب الله لجماله، فالذي يحب الله لجماله يغرق في نعمه، فإذا غرق في نعم استوجب منه الشكر، والشكر معناه الانصياع للشرع الشريف، فهي توجب حقن دمائه. وعلشان كده حتى العوام يقول لك: انت قتلتني في حبك، مش كده برضو؟ حبك اللي قتلني. ده الناس بتقول المعنى ده في محبة ايه؟ في محبة المثيل اللي له مثل، فما بالك محبة من ليس له مثل؟ افهم، هو ربنا جعل المحبة اصلا في قلبك تحب من هو مثلك علشان تستشعر من خلال المحبين كيف تكون محبة من لا مثل له. هو بيذيقك معنى علشان تعذر من ذاق المعنى في سورة أرقى. هي دي المسألة بس. وسمعته يقول: سمعت محمد بن علي العلوي يقول: سمعت جعفرا يقول: سمعت سمنونا يقول: ذهب المحبون لله تعالى بشرف الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، فهم مع الله تعالى. والمعية هنا معية موافقة، مش معية يعني مطابقة أو معية حلول كما يقولون، لا، معية موافقة. المرء مع من أحب، مع من أحب في مقامه، أو مع من أحب في عبادته، أو مع من أحب في سلوكه، أو مع من أحب في إكرامه وكرامته. طب تنظر هو بيحب مين، تبتدي تقولها على المعنى اللي يليق بالمحبوب. فإن كان يحب النبي فهو مع النبي في سلوكه إلى الله، واتخذه أسوة، واتخذه حياة روحه صلى الله عليه وسلم، فصار هو قبلة روحه الموصلة له إلى ربه سبحانه وتعالى. وإذا وصفناها مع الله فهي معية إكرام، وهي معية تفضل، معية منة من الله عز وجل على عبده. وقال يحيى بن معاذ: حقيقة المحبة ما لا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالبر. انت لما تحب حد لو اعطاك او منعك ما تلاقي نفسك ما بتكرهوش. انظر الام مع ابنها، مش الام مع ابنها دي محبة خالصة؟ هي بتحب ابنها حتى ادها ولا ما ادهاش ما تفرقش معاه، هي بتحبه خلاص، مش كده برضو؟ حتى لو خد منها يعني عينيها تبقى مش قادرة تغضب عليه، ولو ادها كل اللي معاه برضو محبته هي تلاقي ليها اتنين من ولادها، واحد حنين عليها والتاني قاسي، وتلاقيها بتدعي للاتنين وبتحب الاتنين، مش كده برضو؟ فدي محبة لا تزيد بالبر ولا تنقص ايه بالجفاء، دي المحبة الحقيقية. والله سبحانه وتعالى هو المعطي المانع، هو الضار النافع، فيعطي ويمنع، يقبض ويبسط، مش كده برضو؟ علشان يجعلك لا تحبه من اجل ما عطائه فقط، ولا تبعد عنه من اجل منعه، بل عليك ان تحبه في منعه وعطائه سواء. فهو يختبر المحب الذي يحبه لذاته سبحانه وتعالى بعطائه ومنعه. ففي عبد النعم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن، ده عبد النعمه ده،
ده بيعرض النعمة مش المنعم. طول ما الامور ماشيه معايا سلام، مواظب على الصلاة وكمان التمام، كل حاجة بتكسب معاه، كل بضاعته رايجة، ولاده حلوين، صحته كويسة، يقول لك يا سلام، فلا اكون عبدا شكورا. فاول ما يجي ربنا يختبره بحاجة بسيطة يصير عبدا كفورا، يترك ده كله. عملت لك ايه بس يا رب؟ صلاة وصليت، صيام وصمت، قلت ابنه جامع بنينا جامع، ادفعوا الزكاة بندفع الزكاة، ليه تعمل فيا كده بقى يا رب؟ ويبتدي ينقلب على عقبه. مش في ناس تعمل كده؟ يبقى ده عبد النعمة بيعبد النعمة مش بيعبد المنعم، بس بيعبد المنعم في صورة النعمة. فهو المسألة تصور أن النعمة هي الله، فلا يعبد إلا إله جميل، لا يرضى أن يكون هذا الإله جليل، هو يريده جميل فقط. وعلشان كده اليونان عملوا للجمال إله وعملوا للجلال إله، فهم عندهم إثنينية. لكن إحنا المسلمين عندنا توحيد، الله الجميل هو الله الجليل. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم الجميل، وأن عذابي هو العذاب الأليم الجليل. فهذه هو دي أمة التوحيد، الضار النافع، القابض الباسط، المعطي المانع، مش كده برضه؟ يبقى ده المسلم الحقيقي. حقيقة المحبة ما لا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالبر. كويس؟ وشفت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. ده مقام بقى المحبة الخالصة. وبعدين بعد كده عاد الى ايه؟ الى عجز الايه؟ العبودية. اراد ان يبين عجز العبودية، فقال ولكن عافيتك اوسع لي. علشان ما يقولش انا استبيعك يا رب، لا يعني مستغني يعني، لا، لان النبي يراعي كمال الادب في كله، يقوم بحق الربوبيه والالوهيه مع القيام باداء حقوق العبوديه في ان واحد. ده كمال النبي بقى صلى الله عليه وسلم. فلما غلب عليه حقوق الالوهيه والعبوديه قال ايه؟ ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. وبعدين اراد ان ينظر الى عين حق العبوديه فقال ولكن عافيتك اوسع لي. افهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت محبته لربه لا تزيد بالعطاء ولا تنقص بالجفاء. وانظر الى سيرة نبيك كيف انه قاس وعانى في امور كثيرة، وكان الله معه في كل مقاساة ومعاناة، ولم يتلفظ ولم يتصرف تصرف واحد يدل على ان محبته لربه قلت، او قلت عبادته حال الجفاء وزادت عبادته حال الوفاء. لا، في كل حال هو يرى الله سبحانه وتعالى فاعلا مختارا مريدا حكيما سبحانه وتعالى، يرضى بقضاء الله على كل حال. وقال ليس بصادق من ادعى محبته ولم يحفظ حدوده. طبعا اللي بيدعي انه هو بيحب انسان يبقى يراعي حقوق هذا الانسان، والا يتعدى على حقوقه، ده في الانسان. فما بالك بقى اللي بيدعي محبة الله، يدعي محبة الله وبعدين يتعدى حدود الله، يبقى ده كاذب في ايه؟ في دعواه. من ادعى محبته ولم يحفظ حدوده فليس بصادق في محبته. وقال الجنيد إذا صحت المحبة سقطت شروط الأدب. سقطت شروط الأدب إيه؟ يعني في حال محبة المخلوق للمخلوق، لما مخلوق يحب مخلوق يبقى إيه؟ أما بيحبوا بعض تسقط بينهم الألفة، الكلفة، من شدة الألفة تسقط الكلفة. يقوم إيه؟ يقول للمحبوبه ناديلي باسم المجرد، ما تقوليش يا شيخ الفلاني، أنت قول لي يا فلان على طول كده، مش كده برضه؟ او مثلا ايه، ينادي المحبوب باسم المجرد، لو ناداه باللقب يبقى في بينهم زعل. فهمت؟ يعني مثلا كان انا ابويا لما يجي ايه يبقى زعلان من ابوه يقول له يا حاج، ولما يبقى مبسوط قوي من ابوه يقول له يا بابا او يابا. ليه؟ لانه يبقى تبتدي، ما هو يابا دي او يا بابا باللغه بتاعت المصريين يعني معناه ما فيش كلفة بقى، ده أبوك بقى. إنما أول ما تقول له يا حج، طب ما كل الناس حج، يعني بقى زي بقية الناس. فهمت؟ يبقى إيه بقى؟ في كلفة. دليل إن المحبة متعكرة شوية، مش كده برضه؟ إنما أول ما تقول له باسمه على طول يبقى خلاص بقى، يبقى بيقول لك إن الكلفة تسقط بالألفة. مش كده؟ هذا بين المخلوق وخالقه، بين المخلوق والمخلوق. طب وبين المخلوق وخالقه هل تسقط الكلفة؟ يسقط الأدب؟
احيانا يسموه مقام الدلال، احيانا قليلة، احيانا قليلة يحصل دلال كده بين المحب ومحبوب بس في القليل، لكن الغالب هو يراعي الادب مع الله، لكنه ساعات يبقى فيه بينه وبين الله كده دلال. وهل جاء على لسان الانبياء هذا المقام؟ مقام الدلال جاء بس قليل، جاء قليل. طب انظر كده لسيدنا موسى في القرآن، في صريح القرآن سيدنا موسى بيقول ايه؟ اتعذبنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. الله، ايه ده؟ بيكلم مين ده؟ مش ملاحظ الحته دي؟ مش فيها دلال؟ لما كان هيسقط الجبل عليهم، واذ نتقنا الجبل كانه ظله وظنوا انه واقع بهم، مش كده برضه؟ ام سيدنا موسى قال ايه؟ اتكلم بقى بمقام المحبه بقى، مفيش كلفه بقى، بيكلم بقى ربه على طول بقى، ايه محبوبه بقى اللي هو مدرك ضعف، يقول له الله انت هتموتنا وهي فتنتك، ما انت اللي عملتها فينا، ما انت اللي خلقهم يا رب، ما انت اللي عملت فيهم كده، هو انا اللي اخترتهم؟ شفت بقى؟ بس الكلام ده لما تيجي توزنه بميزان الشرع تلاقي فيه نوع فيه من سقوط الالفه، الكلفه، مش كده برضه؟ ادي معنى ايه؟ ان المحبه احيانا تستوجب مثل هذا المعنى. انتوا عذبوا ايه؟ اتعذبنا بما فعل السفهاء منا؟ الله، هو ايه الحكايه يا ربنا؟ بس انت هتاخدنا بفعل السفهاء؟ طب ما احنا بالسفهاء وانت عادل. اتعذبنا، شوف استفهام استنكاري، والاستنكار لا يكون من العبد لربه الا من مقام ايه؟ سقوط الكلفه اللي هي مقام الجلال الدلال. فهمت بقى؟ زي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل كده برضه. سيدنا رسول الله في ايه؟ في بدر قال ايه؟ اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض. الله، هو بيشرف على ربه؟ ثم ربنا قادر ان يهلك دول ويجيب حد يعبده تاني، صح ولا لا؟ لكن الله، وهم ليه النبي قال كده صلى الله عليه وسلم؟ ده مقام دلال بقى، مقام دلال، زي ما تقول ان هو استشعر يعني ايه؟ يعني من شده ركونه الى ربه حس انه خلاص يعني سقطت الكلفه. ولكن هذا لا يدوم كثيرا، تلاقيه حاجات قليلة بتيجي كده مع ايه؟ مع المحبين قليلة. لكن المحب الكامل يبقى باستمرار مع محبوبه في كمال الخوف والرجاء، مع التزام كمال الادب، هذا في غالب احواله. لكن لما تيجي في بعض الامور زي مثلا ايه؟ الفضيل بن عياض مرة ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه باحتباس البول، حبس البول، فقام اتكلم بقى بمقام الدلال اللي هو سقوط الكلفة. قال يا رب بمحبتي اليك الا صرفت عني الان. الله، هو بيحدد الميعاد. انت المفروض من ادب الدعاء مع الله انك ما تحددش الميعاد، ما تقولش الان، دي اساءه ادب. انت تدعو وتترك ربك هو اللي يختار الوقت الذي يجيب فيه، مش كده برضه؟ وقال كده في الحكم، لا يكن تاخر امد الله بالعطاء مع الالحاح في الدعاء موجبا لياسه، لأنه ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. يبقى من أدب الدعاء ألا تستعجل وألا تحدد موعد، مش كده برضه؟ تدعو خلاص تعبدا وترضى بما أقامك الله فيه في الحال. لكن هنا مقام دلال بقى، مقام دلال، يقول له إيه؟ يا رب بمحبتي لك إلا صرفت عني الآن. فالناس كانت قاعدة حواليه وهو بيعاني من الألم، بصوا له ودخل الحمام خلاص انطلق البول في الحال. يبقى دي مقام دلال. يبقى هنا بيكلم سيدنا الجنيد على مقام الدلال اللي هو مقام لا يدوم للمحبين الا في بعض الاحوال، بتجيلهم بوارق كده. اذا صحت المحبه سقطت شروط الادب. طبعا دي العاده مع المخلوق، مع مخلوقي، مع المخلوق، المخلوق مع المخلوق، تلاقي دي العاده، تسقط الكلفه على طول، يبقى على طول ما فيش كلفه، ده المخلوق مع المخلوق. لكن المخلوق مع الخالق قليلا ما بتحصل، ودت لك من الامثله. وفي معناه انشد الاستاذ ابو علي، الاستاذ ابو علي، ابو علي الدقاق اللي هو شيخ عبد الكريم القشيري وحماه لانه كان متزوج بنته. اذا طفت الموده بين قوم ودام ودادهم سمج الثناء. سمج الثناء يعني ما يلقش. وكان يقول لا ترى ابا شفيقا يبدل ابنه في الخطاب، والناس يتكلفون في مخاطبته والاب يقول يا فلان. يعني الاب مش بيحب ابنه، لكن لما يجي ينادي على ابنه يقول له يا ولد تعال، وكل الناس يقولوا لابنه اتعدت البيت،
لكن الاب اول ما ينادي على ابنه هو اكثر واحد بيحب ابنه فيهم كلهم يقول له تعالى يا ولد، يبقى ايه؟ سقطت، لان المحبه كده. وقال الكتاني المحبه الايثار للمحبوب، يعني على شهوات نفسك وعلى مرادتك تؤثر محبوبك على مراد نفسك. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت ابا سعيد الارجاني يقول، عندك الارجاني برضه؟ سمعت بندار ابن الحسين، بندار يعني مدينة العلم بلغة ايه؟ بلغة الفرس، يعني زي محمد ابن بشار، ده من مشايخ الامام البخاري، كان شهرته ايه؟ بندار، لانه كان مدينة العلم. تسأله في اي مجال من العلوم تجده بحر، علشان كده سموه بندار، سوق العلم او مدينة العلم. سمعت بندار ابن الحسين يقول، رؤية مجنون بني عامر في المنام. مجنون بني عامر هو مجنون ليلى، واحد شاف مجنون ليلى في المنام من محب الله، شاف محب زيه بس لمخلوق، فهو عايز يعني ياخد منه اسوه، بس هو يوجه محبته لله، هو يوجه محبته لليلى، الثانيه بيوجه محبته لله. فشاف بقى مجنون ايه ليلى ده في المنام بعد ما مات بسنين، مجنون ايه اللي هو بني عامر. رؤيا مجنون بني عامر في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي وجعلني حجه على المحبين. اي واحد بيدعي محبة الله يقول له انت لم تبلغ في محبتي محبة مجنون ليلى في ليلى، وهذا مخلوق يحب مخلوق، فما بالك وانت مخلوق تحب خالق، فجعله حجة على المحبين. فهمت المسألة؟ وعشان كده حتى ساعات يعني ينوهوا عن محبتهم لمرادهم وهو الله في اشعارهم بليلى، يكتبها رمز كده. زي برضه ساعات يقول لك بانت سعاد، بانت سعاد، سعاد دي مين؟ المحبوب اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، في القصيده المشهوره بتاع كعب بن زهير بدأها بسعاد، ويقصد سعاد هو ايه؟ صاحب السعاده كلها، المسعود بالمحبه والمحبوبيه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كان بيقولها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابو يعقوب السوسي حقيقه المحبه ان ينسى العبد حظه من الله وينسى حوائجه اليه. طبعا المحب ده اول يبقى في مخه حاجات كتيرة قوي، اول ما يقابل محبوب وعايز يقولها له، واول ما يشوفه يروح مني الكلام وانساه، مش كده برضو؟ اهينا معنى الكلام ده، يبقى اول ما بيشوفه بيروح منه الكلام وانساه، اللي هو حاجاتي كلها ينساه، ينساها ايه؟ شوقا للقاء محبوبه وفرحا بلقاء مراده. علشان كده بيقول لك حقيقة المحبة ان ينسى العبد حظه من الله وينسى حوائجه اليه. وقال الحسين بن منصور حقيقة المحبة قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك، لأن هي أن تذوب في محبوبك، فما يبقاش لك وصف معه، فتخلع كل أوصافك الدنية التي تحول بينك وبين المسول بين يديه، ثم تطهر نفسك من كل الأرجاس والأدناس والأخلاق الذميمة التي تحول بينك وتحجبك وبين محبوبك، فتخلع أوصافك حتى تقف مع محبوبك على اوصافه هو سبحانه وتعالى. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول، قيل للنصرابادي ليس لك من المحبه شيء، بيقولوا له انت دقت حاجه في المحبه، وده شيخ كبير علامه كبير، بس لو ما بيتكلمش في مقام المحبه كتير او نادرا ما يتكلم، بيقولوا له ظاهر انت ما دقتش حاجه بقى، ليس لك ايه من المحبه شيء. فقال صدقوا، ولكن لي حسراتهم فهو ذا احترق فيه. يعني بيقول صدقوا، لانه كلما فنى في محبوبه احترق شوقا الى محبوبه، فهمت؟ وده يدل على كماله في مقام المحبه، حيث انه لم يظهر عليه اثر احتراق، فهو يحترق ولا يظهر عليه، قائم بايه؟ بحقوق العبوديه، فيبقى ده دليل على كماله. وسمعته يقول، قال النصرابادي المحبة مجانبة السلو على كل حال. المحبة انك انت تتجنب ان تصبر على فراق محبوبك، يعني مش عايز تفرقه علشان تتعرض، لانك انت تصبر على فراقه، تجانب كل سبب يجعل محبوبك يعرض عنك. تشوف ايه الحاجة اللي تخلي محبوبك يعرض عنك وعمرك ما تعملها، تبعد عنه، ادي مجانبة السلو ايه على كل حال. ثم انشد، ومن كان في طول الهوى ذاق سلوة فإني من ليلى لها غير ذائق، وأكثر شيء نلته من وصالها أماني لم تصدق كلمحة بارق. يعني بيقول أنا عمري ما صبرت على فراق ليلى، وبالرغم من كده أنا ما نلتش منها إلا بعد البوارق،
لكني ما زلت واقف على بابها لا أتركه أبدا حتى أخذ حظي منها. أدي معنى. وليلى هنا هو محبوب. ومن كان في طول الهوى ذاق سلوة فإني من ليلى ليس فإني من ليلى لها للسلوة يعني للفراق غير ذائقي، لأنه ولا يعرض عن محبوبي أبدا. وأكثر شيء، وبالرغم من عدم إعراضي عن محبوبي يقول ده أنا ما خدتش حظي لسه، ما تفتكرش ان انا يعني دقت كل حاجة علشان كده قاعد مرابط علشان انا قاعد بدوق، لا ده انا ما دقتش ورغم كده قاعد، واللي دقته لا محبس، لكن انا برضو لا افارق بابي. واكثر شيء نلته من وصالها امانية لم تصدق كلمحة بارقي. وقال محمد بن الفضل: المحبة سقوط كل محبة من القلب الا محبة الحبيب. يعني القلب لا يسع الا محبوب واحد كده برضو. ما جعل الله لرجل من ايه؟ من قلبين في جوفه. وقال الجنيد: المحبة افراط الميل بلا نيل. ايه الكلام الحلو ده؟ كلام عجيب كده. اصل العلماء دول لما بيدوقوا وعندهم يعني حسن تأتي في العبارة ويقول لك كلام جميل. المحبة افراط الميل الى المحبوب بلا نيل، بلا انتظار نوال، بلا انتظار نوال، لانه بيحبه لذاته لا لعطائه. هو لا يحب لعطائه بل يحبه لذاته. وعشان كده سيدنا رسول الله كان يقول على سيدنا صهيب ايه؟ رحم الله صهيب، لو لم يكن يخشى الله لم يعصي. لانه بيحب الله وبيطيعه لله بغض النظر عن مسألة جنة ونار. دي مش مسألة جنة ونار بقى، ده هو بيطيع الله لله. فهمت بقى المعنى؟ افراط الميل بلا نيل. ويقال: المحبة تشويش في القلوب يقع من المحبوب. المحبة عبارة عن ايه؟ المحبوب يجي يشوش قلبك بحيث يكوش عليه، ما تبقاش عارف تلتفت لغيره. ادي معنى. عارف انت لما تيجي موجة على موجة قوية كده في الراديو تقوم تلغي كل الموجات ما تبقاش الا صوت واحد من شدة ايه يعني سيطرتها على جهاز قلبك. ادي معنى تشويش القلب ايه من المحبوب، يشوشك عن كل ما يشغلك عنه حتى عن نفسك. ادي معنى تشويش القلب يقع من المحبوب. ويقال: المحبة فتنة تقع في الفؤاد من المراد. فتنة يعني نار، مش كده برضو؟ نار يا حبيبي نار، ما قالوا كده نار الشوق. نار الشوق يعني ممكن كل معاني الكلام اللي قاله المحبين للمخلوقين ممكن انت تحملها على معنى ارقى. وربنا جعل المحبة في قلوب المحبين دي علامة لك لأن تحب ربك وتوجهها إلى صورة أحلى وأحسن. فهمت بقى؟ ما هو كل حاجة ليها صورة دنية وليها صورة عالية، وربنا جعل لك الدنيا بستان كده واسع، اختار منه المعاني وحولها أنت إلى معاني توصلك لربك، بل لما تحولها إلى معاني دنية تقوم تحجبك عن ربك. وأنشد ابن عطاء: غرست لأهل الحب غصنا من الهوى. بيكلم ربه يعني. غرست لأهل الحب غصنا من الهوى ولم يك يدري ما الهوى أحد قبلي. فأورق أغصانا، يعني بدليل أن المحبة دي مواهب ومحض منا من الله، هو الذي غرسها في قلوب أحبابه حتى عرفوه ووحدوه ولم يلجأوا إلى غيره ولم يأنتوا إلا به ولم يرضوا دونه بدلا. غرست لأهل الحب غصنا من الهوى ولم يك يدري ما الهوى أحد قبلي. فأورق أغصانا وأينع صبوة. والصبوة اللي هي شدة المحبة، يعني يقول لك أنا بحب صبابة. صبابة يعني إيه؟ يعني خلاص لشوشتي غرقان. يقول لك المصريين يقول لك إيه ده غرقان لشوشته. فهمت؟ فأورق أغصانا وأينع صبوة وأعقب لي مرا من السمر المحلي. وأعقب لي مرا من الثمر المحلي. المحلي يعني ايه؟ يعني اليابس، يعني ليه مرارة السلوى، مرارة ايه الشوق، مرارة إيه ان هو لم يأخذ كل مراده من محبوبه لسدة شوقه بمحبوبه. وكل جميع العاشقين هواهم اذا نسبوه كان من ذلك الاصلي، اللي هو الذي جعله الله اصل المحبة
الايه في قلوب عباده. وقيل الحب اوله ختل واخره ايه قتل. مش بيقول لك الحب امدله خلاني بهدله؟ شكوكه كان بيقول كده. الحب امدله خلاني بهدله، يعني عند الحال. عند الحال يعني ايه؟ يعني بقى مش مهتم بحاجته الشخصيه ولا احواله الشخصيه، هو كل مراده انه يقوم بمراد حبيبه، لدرجه انه بقى قدام الناس متبهدل، بقى قدام الناس ماشي كده اهو على يعني هلهلي، يسموه هلهلي يعني اللهوي، يعني على الله. حتى انت لما تشوف واحد كده ماشي ايه يعني بلا اهتمام كده بمظهره وبتاع، يقول ده راجل هلهلي، ده راجل اللهوي. الله، يعني دليل ان هو يعني فنى في محبوبه، يعني هو عنده مراد تاني شغله عن انه يبص في المرايه شاف لابس ايه ولا مش لابس ايه. تلاقي لابس فرده شراب بني والفرده الثانيه كحلي. الله. ها ما يجراش حاجه يعني على الله، وماله ما يجراش حاجه. اسمع الشريط ده، خلاص انت خليك انت في الشريط ده. اجلس ما تبقاش تيجي هنا تاني، اجلس ما تبقاش تيجي، خليك مع الشرايط، خليك مع الشرايط بقى. خلاص استنى بقى، خلينا اتكلم هنا. فراجل ما يجراش حاجه يعني على الله، وماله ما يجراش حاجه. اسمع الشريط ده، خلاص انت خليك انت في الشريط ده. اجلس ما تبقاش تيجي هنا تاني، اجلس ما تبقاش تيجي، خليك مع الشرايط، خليك مع الشرايط بقى. خلاص استنى بقى، خلينا اتكلم هنا. فراجل الله يعني على الله، فهمت ازاي؟ ادي المعنى، انت تفهمها بقى بطريقه خطا يبقى المعنى الغلط اللي في مخك ده لا يليق، كويس؟ لكن انت لو فهمتها بمعنى صحيح خلاص. يا سيدي انا اسمعني من غير ما تقاطعني، لا حول ولا قوه الا بالله، ما انا صححتها انت مش عايز، لان انت جاي اصلا عايز تعترض. انت اسمعني بقى، احنا رجعنا بتبهدل في الدنيا، بتقول عليه ايه؟ اللهوي، لغه المصريين كده، واخد بالك؟ انا مش بصدد بقى ان الكلمه دي غلط ولا صح، احنا بنتكلم عباره بتتقال. فاللهوي يعني ايه؟ يعني بقى ناسي حظوظ نفسه، يعني ماشي كده اهو مش دريان بنفسه. ادي معنى المحب اللي غايب في محبوبه، تلاقيه ماشي مش دريان بنفسه، تلاقيه ماشي متبهدل. ادي معنى الحب ايه؟ اندله خلاني بهدله. هيقول لي برضه سمعت في الشريط بيقول ان شكوكه كده بيبقى مشرك، ما ينفعش الكلام ده. الحكمه ضلت المسلم وضلت المؤمن، تسمعها من اي فم تاخد منها معنى صحيح ومعنى قبيح، خد انت المعنى الصحيح. ادي المعنى، وقيل الحب اوله ختل يعني خداع. يعني ايه؟ يعني الخداع هنا بمعنى مش مخادعة، بمعنى الخداع القبيح. يعني الله سبحانه وتعالى مع احبابه في الاول يعطيهم بعض نواله فيزدادوا تعلقا به، ثم بعد ذلك يبتليهم، ثم بعد ذلك يبتليهم بالمنع والعطاء عشان يختبر الصادق من الكاذب. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ لكن في الاول يدي عطاء، يدي حلاوة ذكره، يدي لك بعض الرؤى الحلوة، يدي لك بعض الإشارات الجميلة أنك أنت ماشي على الحق الجميل، وبعدين فجأة تبص تلاقي كل ده يتقطع. هتقطع ولا هتستمر؟ إذا كنت أنت بقى عايز الرؤى وعايز تستمر، يبقى أنت أصلاً عبد الإشارات والبشارات والمقامات والأحوال، مش عبد لله. يقوم إيه؟ يبقى في الأول بيدي لك حلاوة، وبعدين ينزع هذه الحلاوة ويعاملك بالمرارة. هتحب العدو محبوبك، هتحب محبوبك على مراره وعلى وصاله، ولا هتحبه على وصاله دون مراره؟ هي دي المسألة. ادي معنى اوله ختل، يعني ايه؟ يعني ياخد بايدك كده شوية، وبعدين في الاخر يتركك شوية. حصل مع النبي ولا ما حصلش؟ وبعدين ربنا قال له ما ودعك ربك وما قال، ما واضح الحكاية، واضحة بتحصل مع كل الناس، حتى النبي، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
سمعت الأستاذ أبا علي رحمه الله يقول في معنى قوله صلى الله عليه وسلم حبك للشيء يعمي ويصم، حبك للشيء يعميك عن مراداتك لمرادات محبوبك، ويصمك عن شهواتك إلى ما يريده منك محبوبك. ده المعنى، مش أن محبوبك فيه عيوب فأنت ما تشوفهاش، ما يلاقش هنا أنك أنت تمنع تفهم هذا الحديث مع الله بالمعنى أنك أنت ما تشوفش عيوب محبوبك، لأن إحنا لما نتكلم على محبة الله فالله سبحانه وتعالى لا مثله شيء، فهمت إزاي؟ لا يوصف بعيب سبحانه وتعالى، فهو فوق كل كمال متصور. وعلشان كده ما يقول يعمي ويصم، أي يعمي ويصم عن محبتك لشهواتك ومراداتك، فلا تسمع لشهوات نفسك ولا لمرادات نفسك ولا ترى لنفسك حظ، فيعميك عن حظ نفسك ويصمك عن سماع مراداتك لمرادات محبوبك. يبقى هذا المعنى اللي يريده هنا من حيث السياق والسباق، لكن قد يكون الكلام ده تقوله لما تلاقي واحد بيحب ايه، بيحب امرأة مثلا وما تكونش جميلة او فتقوم تقول له ايه الحب يعمي ويصم، يعني يقصد انه من حبته ليها مش شايف عيوب مثلا، يبقى ده لي معنى اخر بالرغم ان العبارة واحدة. فهمتني بقى ان العبارة واحدة وقد يختلف معناها على حسب سياقها وسباقها وعلى حسب انت بتقولها في اي مجلس وفي اي مكان، وعلى شكل اللي يقول لك على كلمة معينة الكلمة دي خطأ محض، لا قد يكون لها معنى صحيح، قد يكون لها معنى صحيح غايب عنك. فهمت بقى المعنى؟ علشان كده انت ما تقيدش المعاني كلها على مفهومك انت الان، قد يتسع مفهومك انت للعبارة بعد سنة واثنين فيتضح ان هي لها معاني صحيحة اخرى. المشكلة ان بعض الناس كثيرين بيقيد الشرع الشريف على فهمه هو، ويعتبر ان غير هذا الفهم غير الشرع، وده غلط. في فرق بين فهمك وبين الشرع الذي هو اوسع من ذلك، وبين تذوقك انت وبين اذواق الناس الذين يتفاوتون تفاوت شتى في اذواقهم مع الله عز وجل. فعشان كده ميزة الصوفية انها بتعذر الناس كلها في اذواقها وبتستوعب الناس كلها بجميع اذواقها، انما غير الصوفية ضيق الافق. ضيق الافق ليه؟ لان هو بيحكم على الناس من خلال تصوره هو، بحيث ان الناس لو خرجوا عن قالب فهمه يبقوا الناس على خطأ وهو اللي عليه صواب. ادي الفرق الكبير اللي بين المتصوفة وبين غيرهم. ولهذا الفرق انا احببت المتصوفة ليه؟ لانهم عندهم تواضع وما عندوش حجر على ايه، على المعاني، وما عندوش حجر على ان الانسان يعبر عن علاقته بربه كما يروق له على حسب حاله ومراده من ربه، لدرجة ان انا ضربت لك امثلة لبعض كلمات الدلال يقولها النبي وان فكرت فيها تقول انها ربما فيها مجاوزة في الحد، مش كده برضو؟ لكن الله سبحانه وتعالى يبين لك ان الانسان مع ربه يتطور في اطوار كثيرة، حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للانسان الذي اشتد فرحه عند وجود ضالته: اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرح، ما قالوش انت كفرت. يبقى بتتفاوت المسائل والعبارات على حسب حال الانسان، مش قال انت عبدي وانا ربك، طب قلنا قتلناه ولا التمسنا له العذر وقلنا اخطأ من شدة الفرح؟ فقد تكون العبارة لا تليق في فهمك أنت لكن لها معنى سائغ عند غيرك. وعلى شكلها ما تحجرش الناس على حجم تفكيرك أنت، فهمت؟ لأن لو حجرت الناس هذا أصلا كبر، بتعتقد أنك أنت اللي فاهم وغيرك مش فاهم، أنت الموحد وغيرك مش موحد، أنت الطائع وغيرك مش طائع. يبقى هذا الكبر اللي أنت بادي بيه هو ده اللي بيحبط عملك ويمنعك من الترقي في مجال المعارف. فهمت بقى المسألة؟ نسأل الله أن يعني يسترنا من أنفسنا ومن كل خلق سيء يحول بيننا وبينه. فقال يعمي عن الغير غيرة وعن المحبوب هيبة، ثم أنشد: إذا ما بدا لي تعاظمته فأصدر في حال من لم يرني. يعني كلما بدا لي محبوبي في صورة من صور تجليه سبحانه وتعالى ازدادت عظمته في قلبي، فازداد عطشا لتجليه مرة اخرى لافهم عنه مراده وتجليه، فكأنما كلما تجلى لي ازددت عطشا. وعلشان كده بيقول فاصدر في حال من لم يرد، يعني اشرب في حال من لم يشرب، اشرب المعارف في حال من لم يشرب ولم يتذوق. الحمد لله. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول:
سمعت احمد بن علي يقول، سمعت ابراهيم بن فاتك يقول، سمعت الجنيدي يقول، سمعت الحارث المحاسبي يقول، المحبه ميلك الى الشيء بكليتك. ثم المحبة ميلك إلى الشيء بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك. هي دي اللي بيحصل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنت لا تؤثر مالك ونفسك وتقدمها كده سخية بها يدك إلى الله إلا إذا كنت محبا له، مش كده برضو؟ المحبة ميلك إلى الشيء بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك، ثم موافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. طول عمر التصوف هيفضل ما يتذوقوش كل المسلمين، هيفضل كده ليوم القيامة. علشان كده اللي قاعد يحارب علشان يبين التصوف لكل المسلمين بيتعب، لان مش هيفضل، لان المسلمين يتفاوتوا في تذوقهم وفهمهم للشرع الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام اوسع من التصوف، امة النبي اوسع من تبقى كلها متصوفة. فهمت ازاي؟ واسعة كبيرة، امة كبيرة واسعة. المتصوفة دول طائفة في وسط الامة ابتدت تفهم معاني النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه وسلوكه بمعاني وجدانية اخرى، فابتدت تتكلم فيها. البعض بيمشي في الشرع الشريف عامل زي الانسان الالي، بيصلي زي الآلة، بيقرأ القرآن زي الآلة، بيصلي على النبي زي الآلة، ماسك السبحة أو حتى مش ماسكها ويسبح زي الآلة، لا يستشعر حلاوة للذكر، ولا يستشعر أنوار في الصلاة، ولا يستشعر مثل هذه الأشياء. فلما تيجي تكلمه يقول الناس دي إيه دي؟ ما احنا طول عمرنا يا أخي مسلمين ما شفناش الكلام ده. كلام يعترض، يعترض لأنه أصلا محروم من هذا. وده رزق الله يعطيه من يشاء. وعلى شكل سيدنا أبو الحسن الشاذلي قال إيه؟ قال الاعتراف بنا ولاية. يعني انك انت مجرد بس تعترف ان في ناس اهل تذوق واهل ترقي في المعاني دي في حد ذاتها، حتى لو ما فهمتش كل كلامهم، دي بداية الولاية. وعدم الاعتراف منشأه ان الانسان ما يحبش ابدا يسلم ان في غيره ارقى منه، ما يحبش كده ابدا. هو عايز بقى ان هو الا بشر مثلنا، احنا زينا زيك. اشمعنى يعني انت بتقول انت بتذوق واحنا ما بندقش، انت بتشوف واحنا ما بنشوفش، هو انت يعني اللي بتشوف واحنا اللي عميان؟ الله، ما ينفعش الطريقه دي. لازم تعرف ان ربنا له اهل خصوص، وان عطاء الله لا يضبطه ضابط لعباده، فهو يرزق من يشاء ويقبل عن من يشاء ويعطي من يشاء ويوسع العلم لمن يشاء ويبسط العلم لمن يشاء ويقبضه عن من يشاء، والناس يتفاوتون تفاوت كبير. فلما تيجي انت بقى عايز تخلي الناس كلهم سواء، ما ينفعش. في مقربين وفي اصحاب يمين وفي شغلانه، والمقربين نفسهم انواع واصحاب اليمين نفسهم انواع، وربنا سبحانه وتعالى فضله واسع. فانت تختار الحته اللي تريحك والفهم اللي يريحك، والدين واسع يشمل الفهوم كلها، واقعد معاهم وريح نفسك، ما تفتنش نفسك. فانت اذا قعدت قاعده لقيتها انها مش مستوعب بيها عقلك، ما تفتنش نفسك وتحجر على نفسك. اسحب نفسك كده من سكات وما تنكرش على حد حاجة، سيبهم لهم لعلهم يفهمون وانا لا افهم. علشان يعني ما تفتكرش نفسك انك انت المتكبر اللي فاهم وغيرك مش فاهم، تقوم بعد كده تقفل عليك باب الفهم. سمعت ابراهيم ابن فاتك يقول، سمعت الجنيدي يقول، سمعت الحارث المحاسبي يقول، المحبة ميلك الى الشيء بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك، ثم موافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه. وسمعته يقول، سمعت أحمد بن علي يقول، سمعت عباس بن عصام يقول، سمعت الجنيدي يقول، سمعت السري يقول، لا تصلح المحبة بين اثنين حتى يقول الواحد للآخر إيه؟ يا أنا. أدي كلامه، يعني قل له يا أنا يا روحي، مش كده؟ انت نفسك العام مش بيقولوا كده يا روحي؟ مش ده يحصل ولا لا؟ يعني يا نفسي. وعشان كده قال الراجل انا من اهوى ومن اهوى انا، الحمد لله انه مشي، كان هيتعب. انا من اهوى ومن اهوى انا، نحن روحاني حللنا بدنا. الله، هيمشي اكتر.
لان الحلول هنا مش بمعنى الانتقال والحاجات دي والمزج والكلام اللي بيقوله الهندوس. عمر ما حد يعقل ان مسلم هيعتقد ان ربنا حل في بذل في جدل، ولكن هي المسألة معاني، معاني المحبة حلت، حلول المعنى كحلول الروح في الجسد، حلول الروح في الجسد. مش الروح معنى كده مخلوق لكنها حلت الجسد، لا تسمى متصلة ولا منفصلة. تقدر تقول ان الروح متصلة او منفصلة؟ ما تقدرش، لكن في نفس الوقت هي متصلة ومنفصلة، هي قريبة في بعدها بعيدة في قربها. الروح كده تيجي تنام وربنا سبحانه وتعالى يتوفى الانفس حين موتها، الروح تطلع من الجسد مع قيام الجسد بايه؟ بالحياة، قاعد يتنفس وبتاع، لكن روحه يقول لك انا شفت النبي النهارده في المنام ورحنا طفنا وعملنا مش عارف ايه، وبعدين رحت امريكا بصيت كده لقيت نفسي مش عارف مع ابويا في فرنسا، وبعدين بعد كده جيت وعديت على اسطنبول وانا جاي، كل ده وهو نايم. الله، فين ده كله؟ روحه دي كلها راحت في الشغلانه، وكل دي اقل من دقيقتين، في اقل من دقيقتين يقعد يحكي لك الرؤيه بتاعه وهو شافها في اقل من دقيقتين. طب الروح ايه؟ توصف بايه؟ بانفصال واتصال؟ ما تقدرش تنفصلها، دي مخلوقه فما بالك الخالق. اذا كان المخلوقه بهذه الصوره يبقى فهمت كيف ان الله قريب في بعده بعيد في قربه دون حلول واتصال وانفصال. الحكايه سهله. وقال الشبلي: المحب اذا سكت هلك، والعارف ان لم يسكت هلك. المحب اذا سكت عن ذكر محبوبه هلك في المحبه، ما يقدرش. المحب على طول يتكلم في محبوبه، ما يقدرش. يقول له اسكت بقى يا اخي قلبت دماغنا، مش قادر، هو مش قادر يسكت. يقول لك سيبنا فضفض، عايز استريح اتنفس. حتى لو ما لقاش حد يقعد يكتب، يجيب كراسه ويقعد يكتب، ولو فلت مخه شويه تلاقيه بيكلم نفسه، مش كده برضو؟ اذا سكت هلك، والعارف ان لم يسكت هلك. العارف بقى اللي هو عاد بالمعاني وعاد الى مقام البقاء بعد الفناء، لو اتكلم بالمعاني التي اشرفه الله عليها وتجلى الله له بها قد لا يحسن العبارة فيساء فهمه فيهلك فيسكت احسن. ها؟ مثلا. لا، الحلاج كان في الفناء، كان في الفناء مرجعش، ده هو فنى ومرجعش لحد النهاردة، ده راح ومجاش. توالي المعارف على القلب تقصر عنها العبارة فيسكت احسن، يسكت احسن. لا ايوه، ما فيش. وبعدين ده احيانا من شدة توالي المعارف وهو بيصيغ العبارة يجد ان هو عايز يغيرها وهو لسه بيصيغها لسرعة توالي المعارف، فيلاقي نفسه يسكت احسن. يقول لك هقول لك ايه؟ السكوت احسن، مش قادر يعبر. فهمت؟ مش بتحصل الحكاية دي؟ وقيل المحبة نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب. ادي معنى نار يا حبيبي، نار تحرق كل ما سوى المحبوب، فلا يوجد في القلب تعلق الا لمحبوبي بس، ما بقاش في بقى اي حتى نظر لنفسه. يقول له قوم كل ده انت ما اكلتش بقالك يومين، يقول لهم مين اللي ما اكلش؟ هو في حد هنا غير محبوبي؟ يقول له قوم نام، طب استريح شويه. يقول لهم مين اللي ينام؟ وانا امتى اصلا؟ وانا قاعد فين؟ مش دريان بنفسه. وهم ياخدوه المورستان ويريحونا منه، لانه خلاص انجذب، ما سموه مجنون ليلى عشان كده. يجي ينادوه يقولوا له يا قيس، ما يجاوبش، يقولوا يا ليلى نعم. الله، الراجل اتجنن. وقيل المحبة بذل المجهود والحبيب يفعل ما يشاء. يعني تبقى مع محبوبك على ما يريد بأقصى جهدك، مش منتظر هو هيفعل فيك ايه، يفعل ما يشاء. ادي معنى كلام النبي: ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، يعني افعل ما تشاء. ثم يعود لكمال الادب، ادب العبودية، ولكن عافيتك اوسع. فهمت بقى معنى الكلام؟ فالنبي كلم كل المقامات، النبي صلى الله عليه وسلم كلم الناس كلها في كل المقامات، بس مين اللي يلمح المقامات في وسط كلام النبي؟ دي لوحدها عايزه برضه فهم من الله. وقيل وقال النوري: المحبه هتك الاستار وكشف الاسرار. المحبه هتك الاستار وكشف الاسرار. طبعا، لان المحبه هتخليك ما تتكسفش انك انت تعبر عن محبتك، فتقول كلام قد لا يليق بمقامك ومكانك وسنك، فتكشف سترك. يقول ايه ده؟
ايه البجاحة دي؟ ده كلام يقوله راجل في سنه يبقى كشفت أستاره وحتكت ايه اسراره. وقال ابو يعقوب السوسي: لا تصح المحبة الا بالخروج عن رؤية المحبة الى رؤية المحبوب بفناء علم المحبة. لان المحبة اصلا بتمر بمرحلة، محبة المنعم للنعمة، فهمت ازاي؟ عشان انعم عليك فتحبه لاحسانه، ثم ترتقي بعد ذلك تحبه لذاته سواء احسن او لم يحسن. يبقى في الاول ايه؟ المحبة بترى انك محب لرؤيتك النعمة، فاذا فنيت عن رؤية النعمة الى المحبوب فقط فتجد ان هي تفنى ايضا عن حتى المحبة، لان مفيش اصلا روح تدرك مع المحب، لان صار المحب والمحبوب حاجة واحدة، امتزج. رق الاناء وراقت الخمر، فاناء ولا خمر وخمر ولا اناء، فهمت؟ ادي معنى المسألة. وقال جعفر: قال الجنيد: دفع السري الي رقعة. السري ده خاله وشيخه، قال سيدنا الجنيد وشيخه، مدفون معاه في نفس حجرته هناك في بغداد حررها الله، اكرمني الله بزيارتهم. قال الجنيد: دفع السري الي رقعة، يعني زي ما تقول صفحة مكتوب عليها كلام، وقال: هذه لك خير من 700 قصة او حديث يعلو. يعني الكلام اللي في الرقعة دي خير من ايه؟ من 700 قصة لقصص الاولياء واحاديثهم التي تعلو بها همة ايه؟ السالك، يعني تكفيك. فاذا فيها: ولما ادعيت الحب قالت كذبتني، قالت كذبتني، ولما ادعيت الحب قالت المحبوبة يعني كذبتني، فما لي ارى الاعضاء منك كواسية. انت بتدعي انك بتحبني، طب مالك تخين وسمين ليه؟ ده التخ ده الحب يخليك لا بتاكل ولا بتشرب تقوم ترفع خالص، جاي لي في شله كده بتقول لي بحب، انت بقى انت كذاب في حبك، قاعد تاكل طول النهار وتحصر وتنام وتعمل لحم وتقول لي انت بتحب، حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ فاهم؟ ادي المعنى. ولما ادعيت الحب قالت كذبتني، فما لي ارى الاعضاء منك كواسية، يعني مكسية لحمه وعضلاته ودهنه وكلام منه. فما الحب حتى يلثق القلب بالحشى وتذبل حتى لا تجيب المنادية، تغيب عن نفسك وتنحل حتى لا يبقي لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناجية. هذه المحب صحيح، يعني يدبل خالص في محبوب، يدبل في محبوب. ونقف عند هذا الحد، نكمل يوم السبت الماضي باب المحبة، ده باب طويل الظاهر، فان شاء الله نكمله بإذن الله يوم السبت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.